للنقاش حول تطورات الأوضاع في فلسطين واشتعال جبهات المقاومة في غزة والضفة ينضم إلينا عبر سكايب من جنين عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية السيد عبد الله كبهة. مرحبا بك معنا. أهلا حياكم الله. أهلا. نحن إذن في اليوم 39 بعد 133 أستاذ عبد الله، وهذا العدوان بدأ يأخذ منحى آخر بالاعتداء أيضا على محافظات الضفة الغربية المحتلة وتصاعد المقاومة هناك. كيف يمكن وصف المشهد بعد مرور هذه المدة الطويلة؟ نعم، يسعد مساكم جميعا المشاهدين الكرام. الحقيقة بعد 339 يوم من العدوان على قطاع غزة وباستمرار طول هذه المدة وبعد هذا الدمار الهائل في قطاع غزة ككل وفي الأرواح أولا، أكثر من 41 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف مفقود وأكثر من 90 إلى 100 ألف جريح، ومن هذه المدة الطويلة من المماطلات والمحاكات الصهيونية بالنسبة لاتفاق وقف العدوان أو المفاوضات تراوح مكانها، انسل الكيان الصهيوني، ارتد الى الضفه الغربيه، رغم انه طول الفتره هذه كان هناك اقتحامات ولكل مناطق الضفه الغربيه وبالذات منطقه الشمال تحديدا في جنين وطول كرم ونابلس وطوبات ومخيم الفرعه. فالعدوان حقيقه عدوان غاشم بكل معنى الكلمه في المخيمات، يدمر البنية التحتية بالكامل، يجرف الطرقات في المدن ويؤدي إلى دمار هائل في البنية التحتية طبعا وفي ودمار شامل في كل نواحي الحياة. ونفس الوقت لا ننسى أن الهجمة الاستيطانية من قبل الكيان الصهيوني وبالذات من مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية وزير المالية سموتريتش الذي يعني وجوده في هذه الحكومة المتطرفة أنه مزيدا من يعني يؤشر إلى مزيد من الاستيلاء على الأراضي، مزيدا من الاستيطان، مزيدا من سلب الأراضي، وبنفس الوقت يعني على يعني على المواطنين إلى درجة أنه لا يستطيعون أن يبنوا في المنطقة حتى المنطقة بي لأنهم تحت طائلة الهدم ومباني. فمن هنا يضيق على الفلسطينيين ويمد الحبل الطويل الذي موجود إلى المستوطنين، يأخذوا من جبال ورياف الضفة الغربية ما يشاؤون لبناء المستوطنات، ولأنه الدعم الأول لهم في هذه الحكومة المتطرفة. نعم أستاذ عبد الله، إعلام الاحتلال يكشف عن أن نتنياهو تخلى عن قضية الأسرى، وقد قيل من قبل بأنه يفضل مقولة يوجد رجل يوجد مشكلة، لا يوجد رجل لا يوجد مشكلة، بمعنى أنه حتى موت الأسرى بالنسبة له يعني أن يقوم بقتلهم هو أفضل خيار ويرتاح من هذه القضية ويكمل استئناف أهدافه العسكرية والأمنية والسياسية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة. إلى أي مدى تعتقد بأنه قادر على مواصلة ذلك والتضحية بالأسرى مقابل استكمال فصول الحرب؟ نعم، نتنياهو وحكومة الاحتلال المتطرفة أيضا مستعدة تضحي بكل شيء حتى في أسراهم لدى المقاومة على أن ينهي العدوان والقتال، وأهدافه واضحة للعيان، أهداف نتنياهو والحكومة المتطرفة، لأنه أصلا نتنياهو هذا مبدئه القضاء على المقاومة ومبدأ يعني الحكومة المتطرفة بشكل عام وسموتريتش وبن غفير يعني قطبي الائتلاف عنده يمينيان متطرفان لا يعني لهم الأسرى أي شيء بقدر ما يعني يعني إنهاء المقاومة على حسب اعتقادهم، وبنفس الوقت حسابات داخلية وحسابات شخصية لنتنياهو قيلت أكثر مرة ونقول دوما لأنه له حسابات خاصة بالنسبة لمستقبله السياسي وهو براغماتي من الدرجة الأولى وليس مهم عنده الكلام
غير معني بأي كلام لوقف العدوان حتى ولو كان من الإدارة الأمريكية ومن بايدن نفسه، بمعنى أنه يقرأ خطه فقط ويسمع نفسه فقط وائتلافه الحكومي المتطرفة، بنفس الوقت معني في إدامة مدى العدوان وعلى أساس حساباته القضاء على المقاومة وإكمال العدوان، وكما نعرف أفشل المفاوضات بوجوده يقول عندما قال سوف لن ننسحب من محور فيلادلفيا وأن يكون معبر رفح تحت سيطرة القوات الصهيونية، وبنفس الوقت كما نعرف دوما أنه لا يريد أن ينسحب من محور نتنياهو الذي هو منتصف قطاع غزة يفصل الشمال عن الجنوب، وأن يوجد هناك قوات له في هذه المنطقة لتفتيش العائدين إلى منطقة الشمال طبعا من بعد لجوءهم إلى الجنوب ومناطق الوسط. المقصود وهو بذلك يعني يكرر نفس المشاكل السابقة، لأنه سبق لشارون أن انسحب من قطاع غزة من جانب واحد وكان يظن أن الأمور ستبقى مستقرة أمنيا وعسكريا، ولكن تنامت المقاومة ودخلت في حروب، ومن المتوقع أن تزيد موجات المقاومة في قطاع غزة حتى في وجود قوات الاحتلال أستاذ عبد الله، وبالتالي تكرار نفس السيناريو مرة بعد أخرى لا يفيد الاحتلال الذي لا يريد أن يقر بالحقوق الفلسطينية. على أي حال أستاذ عبد الله، في المقابل، ما الأسباب التي تدفع الاحتلال لعدوانه بالضفة الغربية المحتلة؟ يعني الأسباب نفسها أسباب الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، إحنا كفلسطينيين أن قطاع غزة والضفة الغربية هي فلسطين، هي المحتلة عام 67، يعني هي المناطق التي تتواجد فيها السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو في 13/9/1993، بمعنى هذه المناطق التي جاءت باتفاق أوسلو الذي وقع في واشنطن، المعنى هذا وجود الإدارة السياسية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية. إذا هي الكيان الصهيوني لا يريد أصلا وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، بمعنى أنه يضيق عليها باستمرار إلى درجة أنها لا تملك أي خيار. فلذلك يعني الوضع في الضفة الغربية حقيقة هو وضع يعني الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في حالة حرب باستمرار وبشكل عام وما قبل العدوان على غزة، إلا أن زادت وتيرته بعد 7 أكتوبر، حتى أن آلاف الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية زجوا في السجون، وبنفس الوقت كما قلنا التدمير الهائل في البنية التحتية، مئات الحواجز العسكرية، حتى أن في الضفة الغربية لوحدها أكثر بالضبط 700 حاجز عسكري بما في ذلك الحواجز الترابيه التي يقطع فيها اوصال الوطن القرى والارياف والمدن على مداخل المدن، هناك باستمرار في حواجز عسكريه، المعنى كل هذا من اجل التضييق على سكان الضفه الغربيه. ومن هذا المنطلق نحن في حاله حرب، اصلا وجود موتريتش ووجود هذه الحكومه المتطرفه والاستيلاء على المزيد من الاراضي وبالذات زادت وتيرتها بعد 7 أكتوبر، وبالذات لما يكون سموتريتش اليمين المتطرف احد اقطاب الحكومه الصهيونيه هو المسؤول عن الضفه الغربيه، وبنفس الوقت هو اصلا رتبه وزير في وزاره الدفاع ويده يعني اعطوه كل الامكانيات وهو الحاكم الفعلي الحقيقي للضفه الغربيه بالنسبه للكيان الصهيوني، فمن هذا المنطلق هو طبعا يطبق سياسه المزيد من الاستيلاء على الاراضي، المزيد من التضييق على الفلسطينيين في املاكهم وفي حياتهم وتنقلاتهم اليوميه وفي تجارتهم وفي حياتهم المعيشيه. نعم. وبنفس الوقت هو بالرغم نعم استاذ عبد الله، على الرغم من ذلك نشاهد بالامس كيف خرجت اعداد كبيره من المقاتلين في جنين في تأبين ونعي الشهداء السابقين إثر العملية العسكرية التي قام بها الاحتلال. قد نعود الأستاذ عبد الله بعد فاصل قصير بسبب انقطاع الاتصال به.
إذا أستاذ عبد الله، مرة جديدة نعود لك، وكنت أتساءل معك عن المشهد الذي رأيناه بالأمس في مخيم جنين لعدد كبير من المقاتلين في 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 مشهد صادم للعدو الصهيوني الذي كان قبل أيام في تلك المخيمات ودمر وخرب وقتل عددا من المقاومين بعد الاشتباك معهم. أي دلالة لذلك؟ يعني الشعب الفلسطيني يبدو أنه قرر أنه طبعا منذ عقود طويلة لا يمكن هزيمته، وإن زادت العمليات العسكرية يزيد عنفوان المقاومة. نعم صحيح كلامك سليم 100%، فهذا هذا هو الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وسيقاتل الاحتلال. نعم أستاذ عبد الله قبها، يبدو أن الاتصال مرة جديدة ينقطع. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الله قبها، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية. نعود مرة جديدة، إذا نعود للأستاذ عبد الله مرة جديدة ونطرح هذا السؤال من جديد. طبعا حصلت عملية أخرى هي عملية إلمبي، ما يعرف بمعبر الكرامة بين الأردن وبين فلسطين المحتلة، وكانت أيضا عملية لافتة قام بها أحد الأبطال من أبناء العشائر الأردنية الشهيد ماهر الجازي، وهو طبعا من عشيرة أردنية ممتدة في جهادها ضد الصهاينة منذ الحرب عام 48 وما بعدها من مشاركات أيضا في أكثر من محطة تاريخية. إذا مرة جديدة نعود للأستاذ عبد الله لنتساءل عن تأثير عملية معبر الكرامة أمس في ضوء تصاعد وتنامي مشاعر الثأر والغضب في العالم العربي والإسلامي. وقال نتنياهو ردا على تلك العملية، قال بأننا محاطون بالكراهية. من يزرع الكراهية أيها القاتل المجرم سوى الكيان الإسرائيلي؟ وبالتالي ماذا يعني يتوقع الكيان أن يحصد بعد كل ما يفعله من إبادة جماعية؟ نعم كلام سليم. من الذي يزرع الكراهية؟ الذي يزرع الكراهية في المنطقة هذا الكيان المسيخي المسموم في قلب المنطقة العربية وبالذات فلسطين، المحتل أراضي عربية ألا وهي فلسطين وأراضي عربية أخرى في الجولان وفي لبنان وفي سيناء وفي كل المناطق العربية. المقصود هنا من يزرع الكراهية هو الكيان الصهيوني، ووجوده هو بنفسه يصنع الكراهية. بنفس الوقت عندما نرى أحد الشباب من الأردن قام بهذه العملية، هو بالنتيجة النهائية هو يعبر عن ضمير الشعب العربي وعن إحساسه الحي الذي يكره هذا الكيان الصهيوني ويرى ويسمع ماذا يفعل في غزة وفي الضفة الغربية هذا الكيان وقوات الاحتلال. فلذلك هذا هو حقيقة يعبر عن نبض الشارع العربي وعن الإحساس والعاطفة العربية طبيعي ضد هذا الكيان الغاصب. نعم طيب أستاذ عبد الله، في ضوء استمرار هذه الحرب لقرابة عام الآن، وعلى ما يبدو أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد أن تواصل الحرب إلى أمد طويلة، أو يعني يصبح هناك واقع عسكري جديد، حكم عسكري مؤقت في قطاع غزة كما قيل سابقا، ومع تعيين حاكم عسكري في القطاع، إلى أين تتوقع أن تتجه الأمور؟ تتجه الأمور إلى مزيد من التصعيد، إلى مزيد من العنف ومزيد من المراوغة من قبل نتنياهو والحكومة المتطرفة. أنه كما قلت الآن أنه عين حقيقة حاكم عسكري اللي هو الجنرال إلعاد جورون حاكما عسكريا لقطاع غزة، وأيضا أعطى بعض الصلاحيات ومنها صلاحية الإحصاء، إحصاء السكان، وهذا له دلالة واضحة المعالم بأنه يريد يعني إحصاء السكان من أجل معرفة تفاصيل قطاع غزة. وبنفس الوقت إحنا كما قلنا ونقول دائما أنه لا يريد التفاوض على المتفق عليه بالأساس الذي بينه وبين المقاومة بالأساس، أنه المقاومة تقول ومن شروطها الأساسية وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، طيب بما في ذلك منطقة محور نت سليم ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح.
بالكامل، ومن ثم طبيعي الأسرى، إعادة الأسرى الفلسطينيين منذ عشرات السنين بالذات الأحكام العالية تحديدا. فهذه شروط المقاومة. نتنياهو وحكومته تحديدا نتنياهو لا يريد أن يقدم شيئا. نعم، أشكرك أستاذ عبد الله قبها عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.